أحييكم مشاهدينا تحية طيبة ونرحب بكم في هذه الحلقة من منشط الصحافة، وكالعادة نتوقف عند أهم العناوين التي حظيت بالتغطية المحلية والعالمية. معنا للتحليل والقراءة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري، أرحب بك معنا. حياك الله، مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. أهلا بك. ومشاهدينا نبدأ بأبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مبالغ التعويضات لمستحقيها جراء الأمطار الغزيرة. وحسب ما نشرته صحيفة الأنباء فإنه سيتم الصرف خصما على ميزانية وزارة المالية والحسابات العامة للسنة المالية الجديدة 2019-2020، وذلك بعد اعتماد كشوف المتضررين من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول. نشرت صحيفة النهار إعلان وكيل الخدمات الأهلية بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار عن إلغاء رسوم فتح ملف المراجعين في جميع المؤسسات والعيادات الطبية الأهلية، وأكدت في تصريح صحفي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا القرار. أستاذ جاسم، أرحب بك معنا مرة أخرى في هذه الحلقة، ونبدأ معك بالتعليق على هذه الخطوة بإلغاء جميع الرسوم المالية المتعلقة بفتح الملفات. نعم، يبدو أن وزارة الصحة أخيرا انتبهت إلى كم الشكاوى من المراجعين للعيادات الخاصة، المستشفيات الخاصة أيضا، من تحديد رسوم غير لائحية غير موجودة في أجندة الصحة، وبالتالي الانتباه إلى هذا الشكاوى هي خطوة جيدة. هذه الجهات اعتمدت يعني شكوى دائما من أن هناك مبالغ تفرض عليهم لفتح ملف بخلاف الدخول على الطبيب المعالج، وبالتالي ولا يوجد ضوابط، يعني تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ليس لها حد أدنى، ليس لها حد أعلى، وبالتالي هي ضمن سياسة المستشفى أو الجهة المكلفة بالعلاج. وبالتالي الانتباه إلى هذه القضية أتصور أنه شيء طيب. الأهم في هذا الموضوع أن تتابع الوزارة هذا القرار، يحتاج إلى متابعة حاسمة وحازمة وجازمة أيضا، لأن كثير من مؤسسات القطاع الخاص قد تحمل خدمات أخرى كلفة هذا الإلغاء، وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر على قولة المثل المحلي. نعم. في خبر آخر، الكويتية تعنون الحربي انطلاق الاستعدادات للعام الدراسي في 14 من الشهر الجاري. وقال وزير التربية الكويتي الدكتور سعود الحربي أن استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد ستنطلق في 14 من الشهر الجاري بتنظيف وتشغيل وحدات التكييف. ودعا الحربي وفقا لبيان صحفي إلى ضرورة تشغيل المدارس تجريبيا وتهيئا بشكل كامل وشامل لاستقبال الطلبة. الأضاحي شبت، تحت هذا العنوان كتبت الراي: على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك ارتفعت بورصة الأضاحي بشكل كبير كعادتها كل عام استغلالا للموسم، مع إقبال المواطنين بشكل كبير على شراء الأضاحي، حيث كسر سعر الخروف الكويتي حاجز 140 دينارا وهو قابل للزيادة مع الاقتراب من يوم النحر. الراي رصدت حركة سوق الأضاحي وآراء المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة الأخيرة، الذي يتزامن مع ارتفاع الأسعار في جميع المواد التي تتعلق بمناسبة العيد. يعني كما تعلم في كل سنة ترتفع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وكما يقول الخبر مع اقتراب يوم النحر. لا يوجد ضوابط أيضا لأسعار الأضاحي، فبالتالي دعنا نتحدث عن جهود الدولة فيما يتعلق بهذا الجانب للحد من هذه الظاهرة. يعني أيضا ضمن سياق الحديث عن الحسم الحكومي، ترك الأسعار هنا لمبدأ العرض والطلب ومن مبدأ أن الاقتصاد حر في الدولة ليس من العدالة في شيء. يفترض أن يكون هناك حدود دنيا وعليا للأسعار، حد أدنى يحكمه الربح المتحقق للتاجر أو المتعامل، وحدود عليا تضبطها التوازن غير المخل بالدخل المتاح والمتحقق للمستهلك. وبالتالي ما يضبط هذه المسألة تدخل حكومي جاد أيضا، تدخل حكومي جاد أيضا
حسم هذه الأسعار، تحديد سعر أعلى لا يتجاوزه، أيضا سعر أدنى لا يقل عنه حتى لا يتحمل التاجر الخسارة. المشكلة الأخرى هنا دائما تكمن في مسألة سيطرة بعض الفئات على المهن والحرف في الكويت، وبالتالي تداول هذه السلع الاستهلاكية بين فئات محدودة يبرز هذه المسألة المغالاة في الأسعار وعدم ضبطها. يفترض أن تتدخل الحكومة تماما في هذا الموضوع، تتدخل ليس من باب كما قلنا المساهمة في عدم خلق اقتصاد حر، وإنما الاقتصاد الحر في تصوري أنا يتطلب كما قلت من قبل حد أدنى وحد أعلى لا يخل بتوازن الدخل المتحقق للمستهلك ولا يخل أيضا بالربح المتحقق للتاجر. نعم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. قالت صحيفة الحياة أن 42 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 60 من المدنيين في مرزق جنوب ليبيا جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا في وسط المدينة. حكومة الوفاق الوطني دانت الهجوم واستهداف حي القلعة السكني وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين. وطلبت حكومة الوفاق بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليتهما وإجراء تحقيق بشأن ذلك. طبعا مطالبات عدة من حكومة الوفاق الوطني من أجل يعني وقف هذه التعديات الإرهابية على مدنيين من الشعب الليبي، ولكن لا يوجد أي رد فعل من الأمم المتحدة. ما هو السبب من وجهة نظرك؟ في تصوري أن المطالبات راح تستمر من حكومة الوفاق لسبب بسيط، لأن الأطراف الدولية غير متفقة على المشهد السياسي في ليبيا. هناك أطراف متباينة، رؤى متباينة، الجانب الغربي نفسه متباين بين الاتجاه الفرنسي وبين اتجاه الولايات المتحدة، القوى الإقليمية المحيطة بليبيا أيضا متباينة تريد نفوذ في الساحة الليبية، تريد قوى موالية لها، قوى غير منضوية تحت مسميات أخرى أو مرتبطة ب كيانات أو دول بعيدة عنها، وبالتالي سيظل المشهد الليبي ساخن، سيظل المشهد الليبي متحرك بسبب هذا التباين في الآراء. لن يحسمه في تصور، لن يحسم في الوقت القريب إلا بإرادة ليبية حقيقية. طالما ظلت القوى الليبية نفسها متنازعة، الأحزاب القوى الفاعلة في الساحة الليبية متنازعة ومرتبطة بهذه الأطراف الغربية أو الشرقية أو حتى الإقليمية، سيظل المشهد الليبي ملتبس. نعم. فبالتالي يعني أنت تتفق مع أن حل الأزمة في ليبيا هي ليبي وليس بتدخل الأمم المتحدة. يفترض أن ينطلق من الداخل الليبي ولا يرتبط بالتباينات أو الاختلافات الإقليمية أو الدولية. نعم. في الملف السوداني ومن صحيفة الاندبندنت، رغم كونهن وقودا للثورة السودانية تتعرضن للتهميش الآن، والصحيفة قالت تحت هذا العنوان أن النساء كنا وقود الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، إذ شكلنا نسبة 60% إلى 70% من المتظاهرين، وأن أيقونة الثورة كانت امرأة في إشارة لآلاء صلاح التي اشتهرت باسم الكنداكة. ورغم ذلك فقد أقصيت النساء بحسب الصحيفة من المناصب القيادية من الهيئات التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. ومن بين عشرات المدنيين الذين شاركوا في المفاوضات اقتصر تمثيل النساء على سيدة واحدة هي ميرفت حمد النيل التي لا يعتبر وجهها قياديا معروفا في السودان حسب الصحيفة. إذن تتحدث هنا الصحيفة عن أن مشاركات للسودانيات في المظاهرات السودانية كانت من بين 60 إلى 70 في المئة، فبالتالي نحن نتحدث عن عدد أكثر من النصف يمثل المتظاهرين. كما تتحدث الصحيفة أيضا بأن هناك مشاركة في الحراك وضعف في التمثيل، نتحدث عن الإعلان الدستوري الذي وقع قبل أيام، فبالتالي إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل؟ نعم، أتفق تماما أن الإقصاء للمرأة السودانية ليس شيئا طيبا. الحراك السوداني كان رونقه المشاركة النسائية، كثير من المتابعين تابعوا لأجل
السيدة آلاء. نعم. كانت أيقونة حقيقية، رفعت شعار حبوب تكنداكا. نعم، وبالتالي جذبت كثير من الأنظار إلى هذا الحراك السوداني. الآن بعض الحقائق يفترض أن تذكر هنا، أن مثلا بداية تعليم المرأة في السودان كان في 1907. نعم. المرأة السودانية حصلت على حق التصويت في العام 1953. نعم. تاريخ قديم 70 سنة، وبالتالي قلنا مثلا أن حتى تمثيلها في القيادات السياسية، نعم 70 امرأة كانت في البرلمان، في برلمان السلطة الأخير، رقم يعني تحفظنا على أنه برلمان ممثل لتوجهات شعبية أو غير ممثل، ولكن وجود 70 امرأة شيء جيد. وبالتالي إقصاء المرأة عن المشهد السياسي الحالي في السودان و عن الميثاق الدستوري وتنظيم الميثاق الدستوري أو كتابة الميثاق الدستوري للمرحلة المقبلة، أتصور أنه شيء سلبي، شيء سيء، ولكن أظن أنه ينطلق من هذه المنظومة الذكورية الشاملة التي تحكم المحيط العربي من أقصى إلى أقصى. في كل بلدان العالم العربي هناك إقصاء متعمد للمرأة، هناك لا تعتبر شريك كامل في القرار، وإنما تعتبر تابع ناقص الأهلية، غير كامل الأهلية للمشاركة في الحياة السياسية أو في الحياة التنموية. نعم. ولكن تمثيل يعني المرأة في مرحلة عمر البشير كانت يعني كما تحدثنا كانت بتمثيل عالي في القيادات السياسية. دعنا نتحدث عن المرحلة الانتقالية الآن، ربما يكون لها تمثيل أيضا للمرأة، وكون أن الصحافة بدأت للحديث حول هذا الموضوع. ربما لأن الصحافة تتحدث قد يصبح هناك تمثيل أكثر للمرأة، ولكن طالما أنه اختيرت امرأة واحدة للمشاركة في ترتيبات الميثاق الدستوري، هذا إجحاف في حق المرأة. يفترض أن يكون هناك أكثر من امرأة، يفترض أن يكون هناك توازن. إن لم يكن هناك 50% من السيدات ممثلات في هذا الإعلان الدستوري، أتصور أنه سيكون هناك شيء يعني لا يعكس وجهة النظر الحقيقية في السودان. ربما في الأسابيع المقبلة تتحدث الصحافة، تتحرك الجمعيات النسائية، تتحرك الناشطات، ربما يزيد العدد، وبالتالي إن حدثت هناك انتخابات للمجلس التأسيس، أتصور أن المرأة ستكون ممثلة بشكل جيد فيها، وخاصة كما تحدثنا بأن كان لها دور كبير في الثورة السودانية، فبالتالي هي لن تبقى صامتة في المرحلة الانتقالية. نقلت صحيفة التايمز أو كتبت كاثرين فيليب بأن إلغاء الهند وضع كشمير الخاص هو بين بيان استفزازي من جانب ناردرنا مودي، وسبق ذلك أدى إلى إغلاق غير مسبوق لشطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند في مطلع الأسبوع إلى إخطار المنطقة بأن هناك شيئا غير عادي قيد التنفيذ، وتم إجلاء السياح والحجاج وغيرهم من الزوار بشكل مفاجئ من الولاية، مع إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة وقطع الهاتف والإنترنت عن معظم سكان كشمير البالغ عددهم 12 مليون. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذا نتحدث عن تغيير لوضع كشمير الآن، خطورة هذا التغيير فيما يتعلق بمستوى العلاقات المتوترة بالأصل مع باكستان. هذا التغيير أتصور أنه سيستتبعه تغيير ديموغرافي في الولايتين، أو ولاية كشمير تحديدا. ولاية كشمير هي ذات الغالبية المسلمة في الجانب الهندي، وبالتالي الإعلان الهندي سيلغي كثير من الامتيازات المتحصلة لهذه الولاية، من ضمنها عدم دخول مواطنين جدد على الولاية، وبالتالي إن دخل مواطنين جدد أصبح لهم حق التملك، حق الاستيطان، حق التوظيف، حق العلاج، وحق الدراسة في الولاية. أتصور أنها سيكون هناك تغيير، كما قلت، تغيير ديموغرافي في السكان، وبالتالي ربما طغيان الجالية الطائفة الهندوسية الممثلة لأكثر من 80-90% من مواطنين الهند. وبالتالي هذا التغيير أتصور أن الهند تعمدت هذا الشيء لفرض وصاية أكبر على الولاية. الآن ما هو متوقع، طبعا سيرفض الكشميريون هذا القرار،
الاحتجاجات تتواصل، الاحتجاجات موجودة من أكثر من 30 سنة. وفيما يتعلق بالعلاقة مع باكستان أيضا، باكستان لا تملك كثير من الأوراق في هذا الموضوع إلا الاحتجاجات الدولية، الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، ربما إلى تحكيم دولي في هذا السياق. الهند أوراقها أقوى، الهند تستند على تحالفات صينية روسية، أيضا تعتمد على تحييد الجانب الأمريكي في المسألة الهندية الباكستانية، وبالتالي أتصور أن الموقف التفاوضي الهندي أقوى كثير في هذه المرحلة. نعم. نعم. في خبر آخر من صحيفة القدس الصادرة في الضفة الغربية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله بأن بلاده سوف تنشر صواريخ نووية متوسطة المدى فقط في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا أولا، وذلك في أولى تصريحاته منذ انتهاء العمل باتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى مع الولايات المتحدة. وكرر بوتين نفي روسيا أنها انتهكت الاتفاقية قائلا أن الولايات المتحدة انسحبت بناء على حجة ملفقة. في صحيفة لوموند نقرأ دونالد ترامب: الأمراض العقلية والكراهية تسبب القتل وليس الأسلحة. ثم أشار بالإصبع إلى الإنترنت واعتبره سببا في تعميق التوجه الراديكالي لما اسمه العقول المضطربة، وطالب بأدوات جديدة لاكتشاف القتلة قبل أن يضربوا ضربتهم. وترامب تعلق الصحيفة لم يغير موقفه من حمل السلاح لأنه ليس هو سبب هذه الجرائم كما يعتقد. كتبت صحيفة الغارديان: في هونغ كونغ التوتر يتصاعد مع شلل في شوارع المدينة بسبب أول إضراب عام منذ عام 50 عاما. وفي التفاصيل تقول أن شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين فيما لا يقل عن 5 مواقع، بينما قام المتظاهرون بإضراب لمدة يوم في جميع أنحاء المدينة حيث صدمت سيارتان الحشود، واتهم الضباط المتظاهرين باحتلال الطرق ومحاصرة مراكز الشرطة. الموضوع نفسه أيضا تناولته صحيفة ناشيونال انترست تحت عنوان مثير: إنها ثورة الآن في هونغ كونغ والثورة تلوح في الأفق. تضيف الصحيفة: ما بدأ كمظاهرة كبيرة بشكل غير متوقع في أواخر أبريل ضم مشروع قانون لتسليم المجرمين وأصبح دعوة للديمقراطية في الإقليم، بالإضافة إلى الاستقلال عن الصين ونهاية الشيوعية على الأرض الصينية، وفق ما كتبته الصحيفة. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن ناشيونال انترست تتوقع بأن هذا الاحتقان ربما يصل فيه هونغ كونغ إلى درجة لاشتعال ثورة، فإلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، قبل أن ندخل الاستوديو لفتني يعني تصريح لأحد المسؤولين الصينيين الكبار يقول بأن أو يحذر من الوضع في هونغ كونغ، ويقول بأن من يلعب بالنار يحترق بها بالنص. وبالتالي في إشارة إلى نعم في إشارة إلى أن ما يحدث في هونغ كونغ لن يكون في صالح المواطنين هناك، وبالتالي الصين لن تسمح حتى وإن اتسمت تعاملها بالنفس العميق في مع الجانب في هونغ كونغ والمتظاهرين في هونغ كونغ، إلا أنها سوف لن تتحمل مسار أن ينتقل مسار الأحداث إلى مسارات أخرى تتعلق بالنظام السياسي القائم في هونغ كونغ أو الاستقلال عن الصين بشكل كامل. وبالتالي أظن أن ما تكتبه وما كتبته الصحيفتين هو تمنيات غربية أن تحدث ثورة على النظام الشيوعي في الصين. النظام الشيوعي في الصين نظام قوي ومتكيف مع أوضاع العالمية تماما، وبالتالي الآن الصين قوة اقتصادية كبرى مؤثرة في الجانب الاقتصادي ومؤثرة في الجانب السياسي أيضا، وبالتالي أتصور أن الامتيازات التي تحققت للمواطنين في هونغ كونغ التي كانت تحت وصاية غربية إلى أمد قريب وعادت إلى حضن بكين، هذه الامتيازات سوف تسلب منهم إن استمر هذا الحراك. وبالتالي أتصور أن النخب المثقفة هناك سوف تطوق هذا الأمر وتحد من مسألة المطالبات غير المقبولة من بكين. نعم. نعم.
ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم التناول هو الآخر الجرائم الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث حذر ماكس بوت كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست من أن الرئيس دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة للخراب بإذكائه جذوة الكراهية. ودعا الكاتب ترامب لوضع حد للعنف الذي يضرب البلاد ووقف تحريضه لمن وصفهم بالمعتوهين في البلاد. وجاء المقال تعليقا على حوادث إطلاق النار الجماعي التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء، آخرها حادثتي السبت الماضي في مدينة الباسو بولاية تكساس ودايتون في أوهايو، وكان دافعهما عنصريا على ما يبدو. وأرى الكاتب أن هذه النزعة نحو إطلاق النار الجماعي تتزامن مع انتشار أيديولوجية تفوق العرق الأبيض التي يذكيها الرئيس ترامب. ويرى الكاتب أن الهجمات التي شنها أنصار اليمين الأبيض المتطرف في الولايات المتحدة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير. وقارن الكاتب بين تعليق ترامب على حادثة برناردييو بولاية كاليفورنيا، حيث لقي 14 شخصا حتفهم في هجوم شنه اثنان من المسلحين من المسلمين في عام 2015، حيث دعا ترامب وكان حينها مرشحا للرئاسة إلى فرض حظر تام وشامل على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، بينما وصف ترامب حادثة إطلاق النار الجماعي في مدينة الباسو بأنها من أعمال الكراهية دون أن يبدي أي تصرف تجاهها. إلى الكاريكاتير. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة التايمز، ولك التعليق. نعم، هناك معادلة غير يعني متحققة بين حق حمل الأسلحة وحق الحياة. حق حمل الأسلحة يعني ميزانه أقوى في العرف الأمريكي بسبب يعني مجاميع التجار الأسلحة هناك الذين يرفضون أي تقنين لحق حمل السلاح، غير أنه في الوضع الحالي أتصور أن التطرف اليميني الآخذ بالتزايد وخطاب الكراهية المتزايد أيضا ستضطر أتصور الولايات المتحدة إلى تقنين هذا الحق. في الوقت الحالي يعني حق حمل السلاح أقوى بكثير من حق الحياة في أمريكا. نعم، حتى الضوابط الأخيرة التي تم وضعها في الحادثة قبل الأخيرة لم تجدي نفعا، ولوبي الأسلحة ما زال مسيطر في الكونغرس. وطالما أن الرئيس الأمريكي لا يلقي بتبعية الأحداث على حمل السلاح، أيضا هاي مشكلة كبيرة في العرف الأمريكي. نعم. إذن مشاهدينا، بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري على تواجده معنا. شكرا. وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.